الاتحاد في 2009. هيا قام الكورية الآن، كرة ملعوبة خطيرة، تاي هي الكابتن والمدافع يتقدم لكرة، هدف أول للفريق الكوري. أولسان يسجل أول أهداف اللقاء، هدف لأولسان، هدف في الدقيقة 12، هدف مبكر بالنسبة لنادي أولسان. لكن معليه لسه متفائلين ولسه موجودين في المباراة ولسه بدري. معليه يا أهلي، معليه يا راقي، معليه معليه معليه، ما نستسلم من البداية. شوف الإعادة، الكرة اللي ارتقى لها المدافع تاي هو وأرسلها براسه بلا مضايقة. أين أنت يا باليمو؟ أين أنت يا عقيل بالغيث وبالومينو؟ هذه كرتكم. الكرة تحولت في شباك عبد الله المعيوف، هدف أول للفريق الكوري.